وللحديث عن زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة وقمة جدة للأمن والتنمية معنا عبر سكايب الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد القادر، بداية مرحبا بك، لنبدأ من بيان القمة، قمة جدة، كيف تنظر إلى تحركات الكاظمي مع ترحيب الدول بمشاركة العراق والدور الذي يلعبه العراق في المنطقة؟ هل يمكن التعويل بالفعل على تحركات الكاظمي؟ هل يملك فعلا أدواته أو أدوات للتأثير على النفوذ الإيراني والتحكم به في المنطقة وخاصة في العراق؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام. واضح تماما أنه الكلام صريح بأنه شاكرين للكاظمي جهوده في نقل الرسائل الوساطة بين دول الخليج وتحديدا السعودية وإيران، وبالتالي هو حضر كساعي بريد. لذلك حقق الكاظمي مثل الأطراف الإيرانية في هذا الاجتماع، وأراد أن ينقل بشكل واضح تماما وجهات النظر الإيرانية عبر عدم حضورها، وكذلك أخذ رسالة من القمة إلى إيران. وهذا هو دور الكاظمي، بدليل أنه حتى مسألة الربط الكهربائي لم يعلنها الكاظمي، إنما أعلنها جو بايدن. وهذا يؤكد حقيقة أخرى مهمة كشفتها هذه القمة، أن الولايات المتحدة تتحكم بالعراق بصورة كبيرة وواضحة تماما، وهي لا زالت المتحكم الأول، بدليل أبسط ملفات يمكن لأي موظف صغير في أي حكومة يعلنها، هو يعلنها جو بايدن أنه توصل إلى اتفاق بربط الكهرباء ما بين دول الخليج والسعودية وما بين العراق. وهذا حقيقة يؤكد على فقدان السيادة الكاملة، وعلى أنه حتى أدوار إيران المتراكمة في العراق والمنطقة هي جاءت بضوء أخضر أمريكي بعد احتلال العراق. على هذا الأساس يبقى دور الكاظمي دورا مجرد، حقيقة يراد أن يعطى دورا، لأنه حمل عدة رسائل قبيل القمة ما بين السعودية وما بين إيران، وبالتالي استطاع أن يكون ساعي بريد أمين لهم. يعني هل تؤشر هذه القمة إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين الدول الحليفة لواشنطن، مع الحديث عن خطر النفوذ الإيراني في المنطقة وكذلك ضمان أمن المنطقة؟ من المعلوم أن القمة حملت رسائل مهمة في هذا التوقيت الحساس، وأنا أجزم أنه ما بعد 15/7 من هذا العام، يعني بعد هذا اليوم، ليست المنطقة كما قبلها لعدة معطيات. المعطي الأول أن الولايات المتحدة، وهو الثابت في القمة وهي الرسالة الأبرز، أننا باقون في المنطقة. إذا نحن قد دخلنا إلى مرحلة جديدة بأن الحرب الأوكرانية الروسية وصراع الغرب مع روسيا لن يكون على الساحة الأوروبية فقط، إنما على أساس الساحة التي تمتد منها تشكيل الطاقة للعالم، وهي مستقبل العالم في الطاقة. لذلك منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية هي التي ستكون الحاسمة في تقرير النفوذ، وهذا ما سيدفع الصين وروسيا لدعم إيران أكبر داخل المنطقة ولإيجاد نفسها، لأنها حقيقة لن تسكت على أن تستحوذ أمريكا على المنطقة. إذا نحن قد وضعنا المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، في عاصفة قادمة، وبالتالي ستتغير تحالفات كثيرة واستراتيجيات سياسية على مستوى بين الولاء للولايات المتحدة الأمريكية والضغط الكبير التي ستمارسه الصين وروسيا ومن خلفها إيران، وعلى التكوينات المجتمعية في إنتاج قوة داخلية في كل دول يمكن أن تساهم في سواء استقرار أمني إذا كانت الدولة تعمل لصالح المحور الصيني، أو عملية إنهاء أمني وإفلات أمني وإغراق المنطقة من المخدرات وما إلى ذلك من حرب الوكالات إذا كانت القضية تخالف إيران. ولذلك الملف النووي كان حاضرا بهذا الإطار، لأن هناك تخوف حقيقي عربي من إيجاد ملف نووي، فضلا على أنه إسرائيل والكيان الصهيوني أيضا يدفعون باتجاه عدم وجود برنامج نووي حقيقي. يعني هل نستطيع القول أن الدول الحاضرة الآن زجت في هذا الصراع الأمريكي الروسي؟ المنطقة بسبب الولايات المتحدة الأمريكية نعم زجت، وهي ستدفع ثمن هذه الحرب، لأنها لا ناقة ولا جمل فيها. أولا لأن مصدر الطاقة لديها، وبالتالي نحن نتكلم عن إخفاق كبير، اليوم نتكلم عن هبوط اليورو، وبالتالي أزمات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كان أيضا المحور الثلاثي بعملية دعم الطاقة وإنتاج النفط بشكل أكبر، وبالتالي استخدام العراق
لإيصال الكهرباء والطاقة إلى الدول الأوروبية وكذلك تركيا ومحورها المهم تماما، فضلا على أنه قمة أخرى عقدت في إيران أيضا جاءت بفلاديمير بوتين لأول مرة يخرج بعد الأزمة الأوكرانية خارج بلاده ليحضر هذه القمة، وبالتالي لن تكون القمة على مستوى سوريا فقط إنما على مستوى المنطقة، لذلك نحن أمام إرهاصات والمنطقة زجت زجا، وبالتالي حقيقة هناك لعب بالنار قادم سيقوض المنطقة، وبالتالي شعوب المنطقة ستدفع أثمان باهظة بهذا الإطار، لأنه لا توافقات ما بين قطبين متناحرين عالميين كروسيا والصين من جهة وأمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. طيب أستاذ عبد القادر النائل، مطالبة كلمات القمة باعتماد نموذج للحل في اليمن وليبيا، يعني بعيدا عن نموذج المحاصصة الذي اعتمد في العراق ولبنان، ألا يأتي ذلك أو يلقي ذلك ظلالا قاتمة على المشهد في العراق نظرا لسوء النظام، نظام المحاصصة وما آل إليه أو آلت إليه الأوضاع في العراق؟ أولا هذا اعتراف واضح تماما من الأنظمة العربية بملوكها ورؤسائها على فشل النظام السياسي بالعراق، وقد قيلت هذه القضية بوجه الكاظمي وجه جو بايدن الراعي للعملية السياسية للولايات المتحدة الأمريكية. وثانيا يخشون على تفكك الدول كاليمن وليبيا وأن تذهب لهذا الصراع بسبب ما أوجدوه من صراع في العراق، وبالتالي اليوم الشعب العراقي يدفع ثمنا باهظا وهذا لا يخفى على الجميع. لذلك حقيقة تحذير من هكذا أدلجت نظام جديد بالعراق ولبنان وينعكس على لبنان وعرقلة القضية في اليمن وليبيا له خطورة وأبعاد كثيرة على دول المنطقة، ولن تتحمل المنطقة هكذا أزمات. وبالتالي كان يفترض أن يطالب الدول العربية، وأعتقد أن هناك مرحلة جديدة تخص العراق فيما بعد هذه الأسابيع والأشهر القادمة، لأننا أيضا ستكون هناك قوة عراقية في الداخل العراقي موالية للمحور الإيراني، وهذا حقيقة سينعكس سلبا على العراق، لأن العراق للأسف أصبحت أرضه ساحة للصراعات الدولية. لذلك كان يفترض أن يطالب بإنتاج نظام جديد من راعي العملية السياسية الفاشلة، وهذا حقيقة رسالة ربما تكون قاسية دبلوماسية بإطار معين أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت، وقد قيلت لأول مرة هذه تقال في وجه الولايات المتحدة أنكم فشلتم في إنتاج نظام ديمقراطي كما ادعيتم في العراق، والعراق ذهب باتجاه لا توافقية ولا عملية سياسية موجودة، إنما ذهب باتجاه اختزال ميليشياوي لسيطرة بعض المكونات أو سيطرة بعض الأطراف السياسية على مؤسسات الدولة وتفكيك الدولة، وهذا حقيقة أقصى ما يكون من كلام واضح تماما من وجه الولايات المتحدة الأمريكية. الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.